هاي زوجتي، أفرحك المكان. جميل جدا حبيبي، ما رأيت في حياتي مكانا كهذا. وأنت هل تعشق لولدك؟ هكذا تماما، ينتابني الفضول. أما أنت، أطلبي ما تشائين مني، سأقدمها لك فورا. ولا تحزني يوما واسعدي، ما كنت حيا. والآن أخبريني، ماذا تريدين؟ وجدت ما أردت تماما، كنت أردت أن أفرحك ففرحت، لا أطلب فوق هذا. كن مطمئنة، لا تقلق علي. كم أنت امرأة جميلة، حبي لك يزداد يوما بيوم. تعالي أعانقك. هل أعجبك الطعام؟ أعجبني جدا، لما تتعب نفسك؟ مرة تذهب بنا إلى مكان المشاهدة ومرة إلى الفندق. هل تحب الإبن؟ كل هذا. ابني هو وارثي ومستقبلي، يستمر نسلي بسببه. أسأل ربي أن يرزقني بولد صالح. آمين يا رب العالمين. يلا يا زوجتي الغالية، نعود للبيت إن سمحت. سلمت يا سيدي.